بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله ومن والاه. بالنسبة اليوم والموضوع المهم اللي تم الموافقة عليه من قبل المجلس باتفاق حكومي نيابي، وطبعا يعتبر إنجاز للنواب وأيضا إنجاز للحكومة. أنا أقول أتمنى واللي أطلبه من الحكومة أنها تجنس أكبر عدد. مجلس نعم وافق أن لا يزيد العدد، بس ما نبي مثل المجلس السابق أنه والله أنه حتى لو تجنس واحد فأنت أصبح تطبيق القانون. اليوم عندك من يحمل إحصاء 65، هذا مستحق للتجنيس. أيضا العسكريين ومن خاضوا الحرب، حرب تحرير الكويت، أيضا هذول مستحقين للتجنيس. أيضا من فئة البدون من عدل وضعه وأخذ جنسية أخرى، هذا أيضا مستحق. أنا أقول يعني مو صحيح بعد أيضا من شارك بحرب تحرير الكويت الآن، يعني شوف التناقض، يعني من شارك في الحروب الأخرى 67 يأخذ يحولون التقاعد، من شارك تحرير الكويت إلى الآن لم يتم إحالتهم للتقاعد من شارك بحرب تحرير الكويت. يفترض هو الأولى والأولى بالتجنيس. الآن البعض قاعد حوله تقاعد، من شارك في الحروب الأخرى قاعد حوله تقاعد، زين مو الأولى أنك بعد هم الجنسة؟ أنا أعتقد أنه يفترض تجنيس من يحمل، أعيد وأكرر، من يحمل إحصاء 65 يجب تجنيسه، من شارك في حرب الكويت يجب أن يتم تجنيسه. ما يصير أن نقفل الناس فيها شهداء راحت منها ضحايا، فيها إصابات، فيهم صاروا معاقين، والسبب دخول هذه الحروب، وهذا يعني واجب عليهم أنهم شاركوا بحرب تحرير الكويت. إحنا نقول نتمنى أن العدد يزيد، ما يصير فيها محاصصة، ما يصير والله كوتة مثل والله نعطي المتنفذ فلان أو النائب فلان أو الوزير الفلاني أو أي شخص كان. يجب أن يتم تجنيس أكبر عدد، هذا اللي نتمناه. ما يصير القانون مثل القوانين السابقة. شكراً.